بذلت وزارة البيئة جهودا كبيرة خلال التسع سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية، يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي واقتصادي واجتماعي. وتنوعت جهود وزارة البيئة بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات ودعم وتنمية الاستثمار البيئي والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئي من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة.